مشاهدينا الكرام، اولا مبروك مبروك للبرتقالي نهضة بركان بالفوز بثنائية نظيفة على سيخوخون يونايتد الجنوب الافريقي هنا بالملعب البلدي بمدينة بركان. انتصار مستحق بالنسبة للممثل المملكة المغربية الوحيد في كأس الكونفدرالية الافريقية نهضة بركان. اول انتصار، ثلاث نقاط غالية، رغم ان المستوى او الاداء ديال الفريق البرتقالي الذي تعودنا عليه في السنوات الماضية في المسابقات الافريقية ليس هذا هو المستوى الذي تعودنا عليه، لكن الاهم هو الفوز، هو ضمان ثلاث نقاط قبل المباراة القادمة إن شاء الله بعد أسبوع من الآن من أجل ربح نقاط كبيرة قبل فترة التوقف ديال كأس أمم إفريقيا. نتمنى إن شاء الله بحول الله فريق البرتقالي يستمر بهذه النتيجة وبهذا الأداء في المسابقات الإفريقية بعد إقصاء الجيش الملكي من المسابقة الإفريقية، عفوا بعد إقصاء الفتح الرباطي، بعد إقصاء الفتح الرباطي من المسابقة الإفريقية ديال الكونفدرالية. بقي فقط نهضة بركان في الكونفدرالية والوداد في دوري الأبطال. الوداد اللي خسر على ميدانه امام غلاكس البوتسواني، نتمنى ان شاء الله بحول الله ان الوداد يعود ويربح نقاط اخرى في دور المجموعات. مازال الامل مازال كثير، نحن في البدايه، هذه بدايه فقط في دور المجموعات، لكن ما ينتظر الوداد ونهضه بركان شيء كثير كثير هنا من اجل تشريف الكره المغربيه. كما شاهدتم اذا نهايه المباراه بتفوق فريق النهضه الرياضيه البركانيه بثنائيه البديل الفحلي الذي سجل الثنائيه لفريق النهضه الرياضيه البركانيه في الانفاس الاخيره من المباراة. الأجواء كما تشاهدون كان الملعب ممتلئ بالجماهير وغادرت الجماهير تحت أهازيج وفرحة بهذا الانتصار الثمين والغالي بالنسبة لكرة القدم المغربية. هذه بداية على مستوى الدورة مجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية. نتمنى إن شاء الله بحول الله أن الفرق المغربية تكون أفضل وتصل إلى الأدوار المتقدمة كما تعودنا في السنوات الأخيرة. إذن إخواني هذا هو الملعب، هذه القلعة البرتقالية، هذه القلعة التي شاهدنا فيها إنجازات كبيرة، شاهدنا فيها تألق كبير لفريق النهضة الرياضية البركانية. وتحية تحية لرجال الأمن الصاهرين صاهرين على 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 حفظ الجماهير وكذلك على أجواء هذه الملعب، وكل التوفيق إن شاء الله في المباراة القادمة لفريق البرتقالي. تحية للأمن ديال الملعب، ها هما الناس، تحياتي لكم. ونتمنى ان شاء الله بحول الله الانتصار في المباريات القادمه. الوداد خسر على ميداني في دوري الابطال، النهضه الرياضيه البركانيه تنتظرها الكثير، والشعار البرتقالي لابد ان يبقى ان شاء الله بحول الله في سماء الكره الافريقيه. اذا اخواني نتمنى ان شاء الله بحول الله التوفيق في المباراه القادمه، ونلتقي بكم في فيديو اخر، ونلتقي بكم بعد قليل في الندوه الصحفيه ديال المدرب ديال فريق النهضه الرياضيه البركانيه امين الكرمه الذي سيتكلم عن هذه المباراه والطريقه اللي جرى بها هذه المباراه، وشوفوا شنو غادي يقول بعد الفوز في اولى مباريات في دوري المجموعات على سيخوخون يونايتد الجنوب الافريقي. وكنعرفوا هذا الفريق الذي تاسس فقط في 2019، فريق حديث، كنعرفوا الكره الافريقيه، كنعرفوا موتسيمبي، كذلك النهج الذي يسير عليه فوز القجع وكذلك موتسيمبي. كنظن ان الكره الافريقيه وكذلك المغربيه تتطور. يا مبروك علينا، مبروك علينا، لا برافو عليهم، تبارك الله. ومازال مازال مازال وهذا العام كما يقولها ماضران القلوج بركاني ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هكا. تحياتي لك الناس، الحمد لله كاين امال بالانتصار. نتمنى ان شاء الله الاخوان، حنا كنستناو الان مع الاخوان دخلوا الندوه الصحفيه ان شاء الله باش نغطيو الكلام مذيب. زكريا شو تقولي على الماتش؟ اودي حنا معروف، حنا كيقول لك جينا من الحمراء وغزينا افريقيا، حنا غزاة افريقيا قولا وفعلا اخويا. اذا هكذا افريقيا ديالنا ما كانش غادي يشاركها معنا. الحمد لله جينا من الحمري وغزينا افريقيا اكيد. فريق النهضه الرياضيه البركانيه منذ الصعود 2007 الى القسم الاول، يعني جوج الالقاب على مستوى كاس الكونفدراليه، لقبين على مستوى كاس العرش، اكيد القاب كبيره في السنوات الاخيره. ونتمنى ان شاء الله التالق لكره القدم البركانيه والمغربيه بتوفيق الوداد في دوري الابطال، بتوفيق لبركان في الكونفدراليه. كان معكم ماجد مجد، ما تنساوش لايك الفيديو، بارطاجيو باش يوصلكم ديما الجديد. السلام عليكم، وحلونا البيبانه.